انا اش غندير انا؟ نمشي للمحكمه نبغي نهضر على ولدي، ما عنديش الصفه. نمشي عند المحافظ ما يشوف ما يصيب ليش الهويه ديال ولدي. نجي لهنايا ما 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 مسائل معكسه. اذا شنو هذا؟ دعيتي؟ عيت. وهادشي اللي كيديروا فيه هاد الناس راه حرام عليهم، حرام. كوني انا ام في هاد السن كنتعذب وكنتمرمد وما نعرفش ولدي، كيتلعبوا بيا من مصلحه لمصلحه الى اخره. انا راني ما غنسكت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. لازلنا على تتبع ملف تامي بناني. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربه تيتبعوا هذه القصه، وكنا غادي تكون الجلسه ان شاء الله يوم جوج 12، الا ان هناك مستجدات جديده اللي بطبيعه الحال ما عندهاش علاقه بالجلسه. مشاهدينا الكرام، اليوم استاذه محاميه زين بخيار والام حياه ام تامي بناني كيجيو المركز ديال التشريح من اجل الصفه. موضوع الصفه انه الام يجب ان تكون لها صفه امام القضاء، كما كنقولوا عدد الموتى والوراثه. خصها دير هذه الاجراءات لانها غادي تحتاجها عند القضاء. مشاهدينا الكرام، اليوم الام حياه هي والمحاميه جاوا المركز. امور غريبه، تبعوا معايا. جيتوا اليوم للمركز باش دير الاجراءات ديال الصفه، عدد الموتى والوراثه، اللي نتوما مقبلين بطبيعه الحال على الجلسات. شنو اللي وقع الام حياه اليوم؟ السلام عليكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. جيت لهنايا للمقبره دير الرحمه باش نتصلوا انا والسيده المحاميه، باش نتصلوا بالسيد المحافظ، نزولا عند رغبه الساده المحامون اللي رفضوا لي التدخل ديالي في المحكمه اثناء الجلسه. كوني ما عنديش الصفه، كنبقى دائما انا محرومه من التدخل، واخا كان بغى السيد القاضي يتعامل معايا انسانيه. الساده المحامون اعتذروا، على اي اعترضوا، على اي حال جيت باش نثبت الصفه ديالي باش المره الجايه نصير كيف نهضر. جيت اسيدي دخلنا عند السيد المحافظ، عطيناه المرجع اللي عندنا في الوثائق ديالنا، قلب عليهم في السجل، ما صابهمش. صاب داكشي يتنافى مع داكشي اللي عندنا. مثلا حنا جينا برقم 440 جثة، 440 تقارير ديال الناس مسؤولين ومختصين بالملف ديال تامي، كاتبين بلي المحافظ تجاهل القبر. هذه دازت، ومن نهار اللي جينا لاستخراج الجثة مشالو نيشان. هذه دازت، ملي جينا اليوم كنسولوه قال لك ما كاينش، ما عارفش، ما يعني داك النهار خرج الروجيستر. وروجيستي كيتناقض مع شنو قال النهار الاول. كاين تناقض، كيفاش المحافظ تجاهلها؟ المحافظ مشى نيشان للقبر، المحافظ دابا اليوم تيقول لك اودي راه 440 اللي كتهضروا عليها راه في سميت الدكار ومعلوم، ولكن غير متخلى عنه، يعني كيبقى دائما عنده سميتو وكنيتو. ما نساوش لان بعد راه تم التعرف ديالي انا وولدي والجونات على تامي بناني عبر التصاور في ثلاثه ديال المحطات اللي هي واد مرزق وتشريح وعند الفرقه الوطنيه. يعني هذه مساله ثبتناها، لا نقاش فيها، ما بقيناش نهضروا عليها. احنا دابا حيدنا التكييف دخلنا للقتل، اذا ما نبقاوش نقولوا كذا ولا كذا، دابا بغينا الصفه. إذن هاد الصفة هذه ما تعطاتناش، علاش؟ حيت السيد المحافظ قال لك 440 اللي كتكلم لي عليها بالتاريخ 29/4/2007، حنا ما عندناش هاد 29/4/2007، ما فيهاش 440. قلت له سيدي قلبنا على 440 في شي تاريخ آخر. صاب تاريخ آخر اللي هو 440 في تاريخ 21/7/2007. قلت له سيدي اعطينا زعما الرخصه ديال هاد اكس اكس بن اكس. قال لك لا، هذا ماشي اكس بن اكس، هذا معلوم، هذا غير متخلى عنه. اذا دابا حنا ما عرفناش واش
440 خاضعة للتاريخ ديال 21/7/2007 أو لا 29/4/2007 هي اللي خاضعة ل 440. هذا لبس أنا ما فهمتوش. أنا كنطلب من القضاء هما اللي يفكوا لي هذا اللغز ويعطوني ويثبتوا لي الهويه ديالي ويعطوني الصفه ديالي ويسهلوا لي ويعبدوا لي الطريق باش ناخذ الصفه ديالي. وكذلك ومثال ناخذ المسائل اللي كتهم ولدي الله يرحمه باش نسقطوا من الحاله المدنيه باش نعيش حياه طبيعيه. يعني اللي فهمته استاذه دابا انك انت جيتي باش ديري الاجراءات ديال عدد الموتى والوراثه. نعم. تاخذي الورقه اللي فيها الوفاه او امور اخرى، يعني كاين الدفن. هنا قالوا لك حنا ما عندناش هذا الاسم. هو السيد المحافظ في الحقيقة راني فاجأته لدرجة أنه ارتبك لدرجة أنني أنا حشمت اللي وضعته في ذاك الموقف. ما عرف ما يدير انت نقول له اعطيني 440 ديال التاريخ كذا وكذا تيقول لي ها شنو، انت نقول له اعطيني التاريخ ديال 440 تيقول لي ها شنو. يعني بقات مسألة، قال لي لا غتمشي عند السيدة الطبيبة الشرعية هي المسؤولة. دابا انا غنبقى نقول واحد كيتملص مسؤوليه على حساب الاخر. انا هادشي راه ما تيهمنيش، انا هادشي ما يمكنليش نديرو انا. وانت مشيتي عندك الطبيبه؟ جيت لعند السيده الطبيبه، صبتها في خدمه التشريح ديال واحد الجثث، يعني ما يمكنلهاش تهضر معايا. سو كيف دوات معها واحد الوسيطه كانت بيناتنا اللي هي فرمليه، قالت لي او محافظه يمكن حتى هي ولا شنو، قالت لي لا راه طلعت لعندها وراه قالت لك هي ما غاديش تستقبل اليوم، ما غاديش تستقبل العائله ديال المتوفي او ديال تهامي بناني حتى غادي تتصل حتى تدي الاجراءات ديالها قانونيه مع وكيل العام، مع وكيل الملك. قلت لها انا، قلت لها عافاك الا ما قول ليها راه انا غنبقى نتسناها حتى تسالي. قالت لك لا هي ما غاتسالي، كتكون خصها تمشي تدوش، خصها تمشي بحال هكا واخا رجع عندها غدا ولا بعد غدا. قلت لها سير قول لها فوقاش نرجع. جات قالت لك اودي راه ما غاديش تستقبلكم حتى غدا، هي ما غاديش تستقبل كاع العائله. اذا انا شنو غندير انا؟ نمشي للمحكمه نبغي نهضر على ولدي، ما عنديش الصفه. نمشي عند المحافظ ما يصيب ليش الهويه ديال ولدي. نجي لهنايا مسائل معكسه. اذا شنو هادشي؟ انا كنطلب من القضاء ويعطيني الهويه ديالي والهويه ديال ولدي باش نقدر انا نعيش الحياه ديالي طبيعيا، نبيع ونشري. راه الطوموبيله ديال المرحوم راجلي الله يرحمه راه ما خرجناهاش من الفوريه، بقات تما مشات هباء منثوره. علاش؟ حيت التهامي ما كاينش. اذا يعطي، خلينا نعيشوا حياه طبيعيه بحالنا بحال الناس. ملي ناقشتي الموضوع مع المحاميه ديالك اللي هي بطبيعه الحال ملاحظه بالقرار ديال النقابه ما تتكلمش، شنو هما الاجراءات اللي غادي الان؟ واش غادي تقدم هي بشي كتاب للسيد وكيل العام ولا القضاء الجالس؟ شنو هو الاجراء اللي كتعاود لك الاستاذه غادي يدار الان باش نوصلوا لهذه الورقه ديال الوفاه؟ نعم، بعدها هي دارت اجراء قانوني، دارت واحد الطلب للسيد الرئيس عند السيد المحافظ اللي قال لها بون باش ما كان دابا نعيط لك هو غادي يجي وغادي نعطيك الجواب. وفي المحكمه بيان سور راه عاشت هاد المشكل اللي انا صادفته دابا، لا في هذه المصلحه ولا في المصلحه الاخرى. راه غادي بيان سور غادي مسائلها قانونيه وغادي في اثناء الجلسه غتقول بلي هاد السيده هادي راه طالبتوها بالصفه، هي الصفه ما تعطاتلهاش. سيتو. نعم ان شاء الله. هاد السؤال اللي بقى عندي معك استاذه، هاد 440 كيفاش باش الناس تفهم كيفاش تجات هاد 440؟ هذا الرقم كيفاش تجا في المحاضر؟ كيفاش تجا هاد الرقم 440 ديال هاد القبر اللي الان دابا تلقاو 440 بسميت واحد اخر، ما لقاوش والديه ولكن عنده سميته وكنيته. هاد 440 اسيدي راها جات هاي جات بمصادر قانونيه موثوق منها من طرف جهاز كبير اللي هي الفرقه الوطنيه، ومن طرف جهاز مصلحه معروفه اللي هي الطب الشرعي واللي هي المصلحه ديال الدفن. يعني ما جاتش من فراغ. اذا هاد 440 راه ماشي صبناها في الزنقه، 440 عطاوها لنا مصادر موثوق منها وما عطاوها لنا مصالح مؤكده. اذا هما ملي طحنا في هذا الاشكال هما يبتوا في هذه المساله. يعني فيها حكم قضائي؟ نعم فيها حكم قضائي 440 بدون مناقشه. واش ما كايناش فيها هذه السميه ديال تهامي بناني؟ لا ما كايناش ما كايناش في التاريخ اللي قالوا لنا اللي مكتوب عندنا في المراجع ديال الدفن. نعم. سؤال انساني خصني نقوله لك، عيتي؟
عيت في الجسد ديالي، ولكن بصراحة قلبي معياش، الخلايا ديال عقلي معياوش، حيت أنا بديت واحد البحث على واحد على إكس خاصني نوجدها. وهادشي اللي كيديروا فيه هاد الناس راه حرام عليهم، حرام كوني أنا أم في هاد السن كنتعذب وكنتمرمد وما نعرفش ولدي، كيتلعبوا بيا مصلحه الى اخره. انا راني ما غنسكتش وغنمشي بعيد، يعرفوها غادي نمشي بعيد ان شاء الله باذن الله، الله يعطينا غير طولة العمر. نعم استاذه شكرا لك، وكنتمنى ان شاء الله الخطوات الايجابيه في الموضوع. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو واقع الحال في الموضوع ديال تامي بن نادي، تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. الام حياه رفقتها الاستاذه المحاميه جاوا لمركز التشريح باش يديروا الاجراءات اللي كتتعلق بالصفه، باش يديروا عدد المتورطه خصك تكون شهاده ديال الدفن ووثائق اخرى، الا انه الان تصطدموا بواقع اخر، الرقم اللي هو بحكم قضاء 440 في اسم مغاير بشخص اخر، نوعيه كما تبعتوا النقاش بينه وبين احد المسؤولين ما كاينش اللي كيصنع القرار، هنا كيبقى الاطار القانوني ديال الاستاذه زين الخيار اللي وجهت السؤال بطبيعه الحال الام حياه اللي هي كتنوب عليها انه غادي تقدم امام الهيئه المختصه سواء النيابه العامه وكذلك القضاء الجالس حتى تتمكن الام حياه من الصفه. مشاهدينا الكرام لو تم تفعيل مجموعه من نقط وخطوات قانونيه في الموضوع ما كان ليكون الوضع بهالطريقه. مشاهدينا الكرام نحن تتبع الملف وسوف نوافقكم دائما بالجديد، وتنتمنى انه الاجراءات ديال الصفه تكون عند الام قبل الجلسه ديال 2/12. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.